نبقاش انا بلاش، نبقاش عريانه، نبقاش ناكل حتى الزبل. المهم نوفر طلبات ولدي وراجلي، خاطر راجلي مريض ما عنده حتى لوم، ما المسكين ما عندوش زهر، راجلي يعيش بالفشفاشه. ولدي راجل ويفهم، قولي ماما وقتاش تقعدي في الدار تزيني انتي المكتب، تزيني انتي للروضه، تلبسيني يا اخي ديما بابا يلبسني ديما، انتي تخدمي ديما. راهو صحابي ولا يعايروا فيا يقولوا برا شوف امك اللي تبيع في الساشيات. مني مراه مني راجل، راني انا الكل في الكل، معناها انا اللي ما مش مني انا ما يتيبش الطنجره. ولدي راهو مش متفرغ، انا نحس بيه ولدي. قولي ماما وقتاش تقعدي لي في الدار، وقتاش تولي عندنا دار كي العباد. انا مريضه وما نظهرش، نبداش مريضه حتى بالكونسير، نبداش مريضه حتى بالمرض اللي عندهم العباد يبدا انا عندي. مشي متفرده، مش تعب، انا انسانه تعب، انا عندي الكرني ومطفيه روحي، ما نحبش نعدي على روحي، ما نحبش نتعب ولدي اللي انا مريض. انا حتى كي نبدا مريضه نقوم باش ولدي ما يحسش، يقول اش ماما شبيه تعب. انا كي ولدي يجيني يقول لي ماما اعطيني دينار ولا اعطيني نشرك الحاجه، نقول له ما عنديش، يمكن نموت نحفر حفره ونردم فيها روحي، يلزم عندي على الاقل 4 دور باش ولدي يقول لي اعطيني، نقول له تفضل، ما نقولوش ليه. أنا اسمي هالة، أنا أصلي أصيل من فتح الله. قبل ما نسكن فتح الله سكنت في حي انطلاق، فهمتني، 17 سنة وأنا في حي انطلاق اللي جبت وليت. ولدي تو عمره يقرا في سنة خامسة. عملت مطالب على الديار. كي عملت مطلب جوني جماعتك بعد الثورة، عملت مطلب على السكن. فهمتني؟ عندي البونو باي، عندي البونو، معناها قالوا لي هلا عندك الحق، معناها عندك برشا، عنده 17 سنة البونو اللي عندي. أنت مقدمة مطلب لك 17 سنة فكان ما ساكنش معايا. أي ساكنة غاديك. أنا حرت أي باب ندق، عملت حتى كي سكنت نقلت في فتح الله كاري، بالنسبة لي أنا كاري، قدمت مطلب في فتح الله زاد كيف كيف. أنا الباب ندق عليه قولوا لي باي صافا أعطينا مطلبيك، تو نريقلوا لك وضعيتك، نريقلوا لك أمورك. حتى الرئيس وقفته لهنا في باب حر كيف كيف، قال خذوا نمرة تعريف، خذوا اسمه، وانا في عربي. فهمتني؟ انا نهار الخميس مشيت لريانه، لولايه ريانه، فهمتني، فما واحد ولد حلال قال لي هيلا قرا لي الواحد، شاف لي البونو نتاعي، قال لي كيفاش ما عيطولكش ما جاتكش المرشده؟ قلت له لا عيطولي لا جاتني المرشده لا حد شيء، بالرغم نمره هو معروف نمر التليفون نتاعي. انا حبيت نفعل الخير، معناها يدلوني يقولوا لي اي عندك الحق في الحكايه ذي بتاع الديار ولا ليه. انا ما نحبش، انا نشكي لربي، ما نحبش الشكاية والبكاء، ما نحب حد شيء، انا ما حاجتي بشيء، انا طالبه حاجه بركه. انا قديش من فيديو عملته للرئيس بالذات، اخر فيديو قول تو الرئيس يعيط لي، تو الرئيس يعيط للناس الكل، انا شبيني نقول له ترحم على والديك بركة تلع واشر، تمسح لي دموعي ودموع ولدي، تقول لي فعل خير على الدار هذية. أنا ولدي تبارك الله، ولدي راجل ويفهم، قولي ماما وقتاش تقعدي في الدار تزيني انتي المكتب، تزيني انتي للروضة، تلبسيني يا أخي ديما بابا يلبسني ديما، انتي تخدمي ديما. راهو صحابي ولا يعايروا فيا يقولوا برا شوف امك اللي تبيع في الساشيات. انا فعلا هذيك الساشيات قالت له الكلمه هذه، اي قالت له الكلمه ذي. ولدي ما يحبش يظهر لي، اما انا تربيت يتيمه ما نحبش نربي ولدي يتيم بعد ما انا معيني، نحب ولدي في الدار، ما نحبوش اللي تعبت وانا ما نحبش ولدي يتعبوا. انا نقول الرئيس تعمل معمولك الربي بركة العواشر، وتمسح لي دموعي، وتشوف لك الوليد عندي مكسبي كان هو على الدار. انا مشكلتي دار، انا تعبت من الكري، الشاري اللي عاملي الهيلي راه ما تكفينيش لي انا وولدي وراجلي، فهمتني. انا عامله مطالب، عامله اخر مطلب اللي عملته جاني ولد حليل
قال لي هلا بري قدمي مطلب للولي نتاع ريانا، نحبوا الرئيس نتاع الولي نتاع ريانا، يعيط لي فقر فرصه على حكايه الدار. انا ما يبرد لي قلبي، وكان ترحم على والديك، ونزيد نعاودها يا سيد الرئيس قايد سعيد، كان ترحم على والديك بركه العواشر، تخزرش لي انا، اخزر لولدي، راعيني وراعي ظروفي، راني تعبت، مني امراه مني راجل، راني انا الكل في الكل، معناها انا اللي مش مني انا ما يطيبش الطنجره، ولدي راهو مش متفرغ، انا نحس بيه ولدي. قولي ماما وقتاش تقعدي لي في الدار؟ وقتاش تولي عندنا دار كي العباد؟ قولوا امسح لي دموعي، مشيت البيبان الكل دقت عليها، عملت المستحيل، فماش واحد ما مشيتلوش، فماش واحد ما دقيتش عليه الباب. فما فاعل الخير مش ما فماش، اما يقعد يخزر لك ويهزك ويحطك يقول لك هاك انت صغيره، يا ولدي اللي يعطي يعطي الرب مش لي انا، انا يعطيني كان انا نخرج الصباح، الخمسه بتاع الصباح نقول له يا ربي نخرج الخمسه بتاع الصباح، معناها نخلي ولدي وراجلي، راجلي ما عندوش لوم ما يعرفش، مش من تونس، انا لكل شيء، انا مني مراه مني وانا تعبت. انا اخر ما صدر نقول نعمل خنقه، نعمل حاجه في روحي يا حبيبي، معناتها وصلت خممت الدرجه هذه، تعبش تعبت، انا تعبت ما لقيتش لحنين، بورقيبه ما لقيتش حنين علي، الرئيس زين العابدين الله يرحمه ما لقيت، على الاقل كون انت حنين علي، ما تخزرش لي انا، انا تعبت، انا القلب بيحس بالجمره يا سيد الرئيس كان يعفس عليه، انا نحبك تقفلي في الحكايه ذي بركه، ونرحم لك على والديك، تقفلي على حكايه الدار، تبردني وتبرد داري، تبردني ناري ونار ولدي. انا مريضه وما نظهرش، نبداش مريضه حتى بالكونسير، نبداش مريضه حتى بالمرض اللي عندهم العباد، يبدا انا عندي، مشي متفرده، مش تعب، انا انسانه تعب، انا عندي الكرني منطفي روحي، ما نحبش نعدي على روحي، ما نحبش نتعب ولدي اللي انا مريض، انا حتى كي نبدا مريضه نقوم باش ولدي ما يحسش، يقولش ماما شبيها تعب، انا كي ولدي يجيني يقول لي ماما اعطيني دينار ولا اعطيني نشرك الحاجه، نقول له ما عنديش يمكن نموت، نحفر حفره ونردم فيها روحي، يلزم عندي على الاقل اربع دور باش ولدي يقول لي اعطيني، نقول له تفضل، ما نقولوش لا، انا نبقى بلاش ولدي وراجلي. نبقاش انا بلاش، نبقاش عريانة، نبقاش ناكل حتى الزبل، المهم نوفر طلبات ولدي وراجلي، خاطر راجلي مريض ما عنده حتى لوم، ما المسكين ما عندوش زهر، راجلي يعيش بالفشفاشة، معناها تجيش تلوم، مش أنا بنتصل، بنت فاميل أنا، اللي ما لقيتوش حنين عليا، لقيتو في ولدي وراجلي وربي والعباد. برغم هذا كل هلا وما ديتش يديك وما مشيش فك ثنيه الحرام ثنيه الخايبه، برغم هذا كل رضيت يعني معناتها تبيع ساشيات ورضيت تسمع كلمه الخايبه، قدش مره تسمع كلمه الخايبه ورضيت معناتها برشا حاجات، المفيد قلت على الاقل نستر روحي ونعيشك صغير. انا نبيع في الساشيات، انا عيني مرضت من الروايح، من الروايح، انا البقعه اللي قاعده فيها في المرشي عاملينها كالتواليت، معناها مش لاقيه راحتي فيها، عيني مرضت، عيني نحس في عيني ما عادش فيها، ما عادش نشوف بالقدا من قوت الريحه، وصابره ونقول ما يسالش، ارضوا بثقيل حتى يجيك الرزين، والحمد لله يا ربي، الحمد لله، نصورش 10,000، المهم نرضي ولدي وراجلي وعيلتي، معناها ما ذو كري مصروف ولدي يا راه قارد. سامحني انت قداش كاري يا اختي؟ 220 انا كاري، بخلاف الماء والضو. وانت كل يوم قداش تصور من الساشيات اللي تبيع فيها؟ والله الله لا يروح بيا، نصور فيها 20-15 لا طارت. شو يعملوا لك منهم طنجره، منهم تحطهم للضو، من تحطهم للكريم؟ والله نحي الكريم ما تحكيش عليه، الكريم ما تحكيش عليه، الماء والضو ما غير ما تحكي عليهم، ما حاج ناكل حتى الزبل، انا ناكل اللي يجي، المهم ولدي يبدا راسه مرفوع قدام اصحابه، ولدي يقرا في سنه خامسه، ولدي صابت عليه الفرنسي والانجلي، ما عندي مشيت تمك تفرد طب تفهمت شويه الدنيا، نسيت الدنيا الكل، ما عنديش مفامية حنين علي ولا باش يسخف علي، يضوع البراني وانا ليه؟ ما عندي ما عملت لهم. العائله نتاعك وينهم هيلا؟ طب شكون قال لك عائلتك وين؟ جنبي. ما يقفوا على البراينه يا وانا ليش تحب تعمل؟ انا ما انتقص لهمش، انتقص العباد من غادي غادي وهما ليه؟
انا ما نلسحش حتى طنجره. لم الزبله ونطيب لهم وما نلسح لهمش. لا في الاخر رساله اخزر لي هوني الكاميرا ورساله تحب توجهها رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد، شنو تحب تقول له؟ انا قيد سعيد نوصل له في معلوماتي. انا راني عندي الحق والمطلب نتاعي. التاريخ البونو نتاع فهمتني؟ هو التاريخ نمشي له حتى واحد ما يزوي لي. ما عنديش وانا ولد شكون وانا بنت شكون، يروني حالتي بري يمشي بري يروحي بري البونو نتاعي نتاع الواحد مقدماته في حي انطليق، نسكن في حي انطليق وقتها كنت فهمتني، مستحفظ عليه.